مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. هاي في جيتس، ich bin Frau Radwa, Lehrerin an der Sprachschule Modern Future. Unser Titel heißt Die Artikel im Nominativ. النهارده يا ولاد ان شاء الله هنتعرف على الادوات في الالماني. كل كلمه في الالماني ليها ارتكل. طيب الكلمات بقى في الالماني اتقسموا عندي ل 3 جروبن، جروب الماسكولين، جروب نويترال، اند الفيمينين. جروب الماسكولين اللي هو جروب المذكر، في كلمات هم صنفوها على انها مذكر وبالتالي بتاخد ارتكل ديا. اسمه ايه؟ ديا. ولما باجي بعوض عن الكلمه دي ببيرسونال برونومن بعوض عنه ببرونومن اسمه ايا، يعني هو. طيب جروب نوترال، او خلينا هنا نتكلم الاول على جروب الماسكولين. تعالوا ناخد البايشبيل. لما اقول der Schüler ist intelligent، الطالب يكون ذكي. طيب هنا كلمه الطالب هم الالمان اعتبروها او صنفوها على ان هي دي كلمه ماسكولين فخدت ارتكل der. دي zweite Gruppe، جروب نويترال. جروب نويترال بتاخد ارتكل داس، اسمها داس. ولما باجي بعوض عنها ببيرسونال برونومن بعوض عنها ببيرسونال برونومن اسمه اس. Zum Beispiel das Buch ist interessant، الكتاب يكون شيق او كده. طيب هما هنا صرفوا ان الكتاب كلمه محايده فبتاخد ارتكل داس. ليه او على اساس ايه اتصرفت؟ احنا بنحفظ كل كلمه بالارتكل بتاعتها زي ما هي. اوكي طيب دي تريتا كوبا، جروب الفيمينين. طيب اللي هي جروب المؤنث وبتاخد ارتكل دي. طب لما باجي بعوض عنها ببيرسونال برونومن بعوض عنها بزي اللي هي هي. زوم باشبيل دي شولرين او دي شولرين هايست سالي، الطالبه تسمى او تدعى سالي. طيب عندي بقى كل كلمه من دول ده الطبيعي ان هي بيكون ليها بلوغال، بيكون ليها جمع. طب لو الكلمه عندي بلوغال سواء جايه لي بقى من جروب الماسكولين او النوترال او الفيمينين برضو بتاخد ارتكل دي، بس ساعتها الكلمه هتبقى بلوغال. ولما باجي بصرف الفيرب معاها برضو بياخد اندونج اي ان زي البلوغال. طيب ولما باجي بعوض عنها بقنومن بعوض عنها بقنومن اسمه زي، بس هنا زي هما لكن هنا هي. اوكي zum Beispiel دي. مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق. تفاتا كوبا، كوبا البلوغال، كل كلمه من دول وده طبيعي ان هي بيكون ليها بلوغال. البلوغال هنا بياخد ارتكل دي والفيرب لما باجي بصرفه بياخد اندونج اي ان زي البلوغال وبعوض عنها في بيرسونال برونومن هايست زي اوخ، بس هنا زي اللي هي هما لكن هنا معناها زي هي، هنا زي بلا لكن هنا بلوغال. Zum Beispiel die Kinder spielen Fußball، الاطفال بيلعبوا الكوره. هنا لو الاحظ ان الفيرب اتصرف لي خد اندونج اي ان علشان هنا دي بلوغال فخد لي اي ان يعني اتصرفت على ان هي جمع، لكن هنا لو نلاحظ ان هنا دي بس هنا الكلمه زينجلا فخدت اندونج تي عشان هي ايه مفرد. اوكي وهكذا النويترال وبرده الماسكولين الفيرب اتصرف لي على ان هو ايه زينجلا. طيب تعالوا نتعرف على جزء تاني من الدرس، دي بوسيسيف ارتكل ام نوميناتيف، ضمائر الملكيه في النوميناتيف. النهارده هنتعرف على حاجتين بس، ماين اند داين. ماين بيدوتت ماي اوف انجلش اند داين بيدوتت يور اوف انجلش. طيب لو انا بقى عايزه اعبر عن كل حاجه من دول للماسكولين او النوترال او الفيمينين بين ماين او داين. طيب قال لي لو الكلمه ماسكولين وهي في حاله النوميناتيف فهتبقى ماين، هقول ذس از ماين ارم، ده دراعي. ارم بتاخد ارتكل ديا بس انا عايزه اعملها بالبوسيسيف ارتكل فهتبقى ماين. او ده داين ارم، دراعك. اوكي ما فيهاش تغيير. طيب لو الكلمه بتاخد ارتكل داس يعني نويترال، قال لي هعبر عنها ازاي بالبوسيسيف ارتكل؟ برضه هقول ماين اودر داين، مفيش اي تغيير. زوم باشبيل ماين بوخ اودر داين بوخ، كتاب.
مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق. كتاب اوكي. طيب لو جروب الفيمينين وعايزه اعوض عنه بالبوسيسيف ارتكل النوميناتيف، قال لي هنا بقى هتبقى ماينا اودا داينا. هقول لكم على حاجه بسيطه تعرفوها، هنا الكلمه بتاخد ارتكل دي واخرها اندونج اي، هنا برضو الاندونج هحطها اي، دي هتتقلب عندي لماينا اودا داينا. Zum Beispiel meine Nase oder deine Nase. Okay? طيب. اخر حاجه عندي لو الكلمه بلورال بس انا عايزه اعملها بالبوسيسيف ارتكل النوميناتيف، فبرضه هتبقى meine oder deine. نفس الحكايه هنا عشان نفتكر ان الكلمه اخرها الارتكل اخرها ايه، فالبوسيسيف ارتكل حنا كمان هحط لها اي. Zum Beispiel meine Haare oder deine Haare، يعني شعري او شعرك. طيب تعالوا عندنا Übung نحله. Wähle sie mein oder meine aus. هنختار mein oder meine. Nummer 1 Name. Name بتاخد Artikel der. طب انا عايزه اقول mein oder meine وهي في النوميناتيف هتبقى mein Name. Zum Beispiel mein Name ist Radua. Okay. Nummer 2 Tasche. Tasche bedeutet Schanta بالعربي. طب هي بتاخد ارتكل دي. طب انا عايزه اعوض عنها بالبوسيسيف ارتكل في النوميناتيف هتبقى meine Tasche وما انساش الاندوم اي. اوكي. نمبر 3 هو. Das ist mein Ohr. وبتاخد ارتكل داس. طب عايز اعوض عنها ببوسيسيف ارتكل هتبقى ماين اوا. اوكي. نمبر 4 سينه. سينه. طب سينه اس بلورال وده زين بلورال. طب هنا هي بتاخد ارتكل دي. لما اجي اعوض عنها اقول ماينه سينه وبرده ما انساش الاندو. اوكي. ايش هفت الفيديو ihnen gefällt. Bitte vergessen Sie nicht, einen Kommentar zu schreiben und die Post zu abonnieren. Tschüss! مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق.